أولى محطاتنا الصباحية لليوم رح نستمر من خلالها بحملة التوعية ضمن الشهر العالمي للتوعية من مرض سرطان الثدي اللي ممكن يرسم ملامح النهاية أمام السيدة للوهلة الأولى، لكن سرعان ما بتتلاشى سوداوية هالمشهد أمام إرادة المرأة، والأهم وعيها وقدرتها على مواجهته. سلمى، أكيد وبكل يوم عم بيكون لنا محطة مع مختص بمجال التوعية بمرض سرطان الثدي، واليوم أهمية الكشف المبكر للسيدة كخطوة أولى نحو الشفاء. اليوم بيسرنا نرحب بضيفتنا الدكتورة سهير جمعة، رئيسة دائرة برامج الصحة العامة بمديرية صحة ريف دمشق. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. صباح يسعد صباحك دكتورة، أهلا وسهلا فيكم. بالبداية خلينا نتعرف من حضرتك على أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي عند السيدات. سرطان الثدي هو أكثر السرطانات انتشاراً عند النساء في العالم، وفي سوريا هناك ربع حالات السرطان المسجلة عند النساء هي سرطان الثدي، وحفاظاً على صحة المرأة اللي هي نصف المجتمع وهي الأخت والأم والزوجة والبنت. لذلك كان أهمية الحفاظ على صحتها من خلال الكشف المبكر عن سرطان الثدي، لأن مثل ما حكينا أنه هو نسبته كتير عالية عند السيدات، وكلما كان الكشف مبكر كانت نسبة الشفاء أكبر، وكان هناك طرق أكثر للعلاج، وكان الإنذار أفضل. نعم. مثل ما حكينا الشفاء ممكن يوصل حتى أكثر من 90% في حال اكتشافه بالمراحل المبكرة. وكل ما تقدم مرحلة السرطان كان هناك صعوبة في العلاج وممكن تزيد نسبة الوفيات. تمام، يعني دكتورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي هو لازم يتبعه فحوصات دورية، يعني لنقدر نعرف أنه في هذا النوع من المرض لازم يكون في فحوصات دورية، يكون في توعية لجميع السيدات أنه ما يهملوا حالهم، ما يتركوا حالهم في حال صار أي ألم خفيف أو لاحظوا شيء غريب. خلينا نحكي شوي عن أهمية التوعية. بالنسبة للفحص فحص الثدي والكشف المبكر عن سرطان الثدي هو برنامج من ضمن برامج الصحة الإنجابية. نعم. يعني هو مو أنه بس خلال هذا الشهر، خلال شهر التوعية، وإنما هذا البرنامج موجود في كل عيادات الصحة الإنجابية في جميع مراكز المنتشرة في الجمهورية العربية السورية وفي محافظة ريف دمشق. فالفحص الذاتي للسيدة يتم من قبل السيدة نفسها، والخدمة مثل ما حكينا هي موجودة في جميع المراكز الصحية. القابلات عندنا مدربات، والأطباء أيضا مدربين على الكشف المبكر عن سرطان الثدي. يتم الفحص السيدة في العيادات الصحة الإنجابية، وتعليمها أيضا كيفية الفحص الذاتي، يعني أنه كيف تفحص السيدة نفسها خلال كل شهر. والأفضل أنه السيدة تفحص ذاتها شهريا، لأنه بعد سن العشرين، لأنه أي تغير يحصل ممكن أن تشعر به هي نفسها قبل أن يشعر أو تراجع الطبيب. نعم. فمن خلال الفحص الذاتي أي تغير بسيط ممكن أن تشعر به السيدة، وعندها ممكن أن تراجع الطبيب المختص ليوضح لها الأمر. طيب. وليس كل تغير أو كتلة في الثدي هي سرطان، يعني هي كثير من النقطة من أكد عليها على السيدة أنه لازم تراجع حتى تطمن شو المشكلة اللي عندها، مو ضروري يكون أي كتلة أو تغير هي سرطان. طيب دكتورة، بعض السيدات بتهمل هذا، خلينا نقول عنه اللي هو الفحص الذاتي اللي بتقدر تعمله بقلب البيت، بعض السيدات بتخشى أو بتجهله، ممكن نوع من أنواع ضغط العمل أو ضغط الحياة ما بيخطر على بالها. خلينا ولو نذكر شوي السيدات بالمؤشرات اللي هي ممكن تشوفها لحتى تقدر تكتشف هذا الشيء قبل ما تروح على العيادات المختصة. هلأ من الأعراض اللي ممكن تأشر أنه في عندنا مشكلة بالثدي، تغير حجم الثدي، إذا صار في تغير بين الثدي الأيمن والثدي الأيسر، أو صار في تغير بشكل الجلد، بيصير لونه مثل قشر البرتقال، هي بنسميها علامة قشر البرتقال، وهي علامة بتكون متأخرة طبعاً للسرطان. أو إذا صار في غؤور بالحلمة، الحلمة صار في غؤور أنه صارت تدخل لجوا ما عاد تطلع لبرا، أو إذا صار في نز من حلمة الثدي، كمان هي مؤشرات لأنه وجود مشكلة بالثدي. نعم. لما تشاهد السيدة أي تغير من هي التغيرات لازم تراجع مباشرة الطبيب المختص. مثل ما حكينا الفحص الذاتي هو شهري لازم يكون، وله وقت محدد، هلأ بنحكيهم كمان بالتفصيل. نعم دكتورة، يعني في حال
اكتشف انه في كتله، هيدا الكتله معنا سليمه، قديش لازم يكون في وعي او توعيه نفسيه قبل ما يكون تبلش السيده بالعلاج؟ برايك كدكتوره وبمر عليك حالات، قديش التوعيه النفسيه مهمه لانه تساعدها بالعلاج في حال كان في كتله لا سمح الله هي مانا سليمه خبيثه؟ هلا مثل ما حكينا قبل شوي انه اي كتله هي مو ضروري تكون سرطان، واي تغير لازم بالعكس هي انه تروح لحتى تنفي انه يكون سرطان، او اذا كان لا سمح الله سرطان لازم يكون في عندها هي الاراده لحتى تتغلب على هي المشكله. وفي علاج، يعني ما رح يكون انه ما في علاج، بس لازم تكون كمان هي ارادتها اقوى وتكون اقوى من المرض. مثل ما حكينا كمان قبل شوي انه فحص الثدي اول شيء هو الفحص الذاتي اللي بيحدد انه في مشكله او لا، بعدين بتتجه للطبيب الاخصائي، وهونيك كمان في عندنا وسائل للتشخيص، يعني مو انه بس فحص سريري او فحص ذاتي، في عندنا شيء اسمه ايكو للثدي، وهناك تصوير شعاعي اللي هو بنسميه الماموجرام. فهي الوسائل كلها متوفره، وفي حال وجود حاجه لهي التشخيص ممكن انه السيده تعمل صوره وتطمن انه هي المشكله اللي عندها شو هي وتتشخص بشكل جيد. طيب دكتورة، من خلال الحملات التوعوية يلي عم تقوموا فيها كل سنة وعلى مدار السنة يمكن تتنشط أكثر خلال هذا الشهر، شو أبرز المشاكل اللي شفتوا نحن عم نعاني منها؟ يمكن أكثر النسب اللي شفتوها، وخصوصا حضرتك بريف دمشق، تحكي لنا أكثر. هلا نحن هذا الشهر مثل ما حكينا هو شهر التوعية، هو شهر عالمي، بس نحن هذا البرنامج مثل حكينا موجود دائما على مدار السنة، مو انه بس بهذا الشهر، ولكن في هذا الشهر يزداد التوعية لاستقطاب اكبر عدد من السيدات ليتم فحصهم والكشف اذا لا سمح الله كان في هناك سرطان ام لا. هلا السيدات، هي المشاكل اللي تواجهنا انه بعض السيدات انه ما بدهم يفحصوا، بيخافوا انه يكون في شيء. لا بالعكس، الا نحن روحي فحصي حتى، ايوه خوف مسبق، يعني بتخاف انه يكون عندها مشكله، بقى لا بتفحص حالها ولا بتروح على الطبيب. بالعكس نحن بنقول لها انه لازم الفحص الذاتي شهريا يكون، وفي حال وجود او شك اي مشكله بالثدي انه تراجع طبيب، لانه مثل ما حكينا مو كل كتله رح تكون هي مشكله سرطانيه، وكل شيء له علاج يعني، واذا كان اكتشفت مشكله باولها رح يكون علاجها اسهل. بوجه كلمه لكل السيدات خاصه فوق العشرين سنه انه تبدا بفحص دوري وشهري لذاتها لحتى إذا اكتشفت أي مشكلة إنه تراجع الطبيب. نعم دكتورة، يعني مثل ما حكيتي إنه مو كل كتلة تكون سرطانية، ممكن تكون كتلة ليفية. الفحص السريري طبعا ما بيقدر يحددها، فبتلجأ السيدة للماموغراف أو للإيكو. تمام، في حال مثلا إنه طلعت هيدي الكتلة ليفية يختلف العلاج طبعاً عن الكتلة السرطانية؟ هلا كل مشكله والى علاج، ممكن تكون التهابيه، ممكن تكون سرطان، ممكن تكون اورام ليفيه. الاورام الليفيه بتكون سببها اختلال بالهرمونات، بقى كل حاله الى علاج خاص فيه، بقى نحن حسب الحاله بيتم علاج السيده. نعم. طيب عادة دكتورة، دائما نحن بنقول كل مرض له أسباب، أوقات الأسباب اللي ممكن تخلي سيدة جسمها قابل أنه تصاب بهذا النوع من السرطانات غير سيدات أخرى. هلأ في عنا بعض الحالات بتزداد نسبة الإصابة بسرطان الثدي، مثلا إذا كان في بالعائلة إصابة بسرطان ثدي، مثلا عند الأم أو عند الأخت أو الخالة، بقى بهي الحالة بتزيد نسبة الإصابة بالسرطان. أو إذا السيدة نفسها كان عندها مشاكل بثدي، ممكن انه تزيد نسبه الاصابه بالثدي الاخر. بقى هي كمان لازم ننتبه لهي الحالات. هل فينا نعتبر هالشيء قاعده؟ يعني كل سيده والدتها او حدا من قرايبينا كان مصاب، معناته هي حكما رح تصاب ولا هي قد ايه نسبتها؟ هلا مو حكما رح تصاب، بس ممكن تزداد نسبه الاصابه عندها. عشان هيك هي ممكن تزيد بنسبه 20-30%. فبهيك حالات انه بنخلي السيدات اللي عندهم قصه عائليه انه يكون تركيز اكثر عليهم على الفحص اكثر، عن انه يتابعوا اكثر عند الطبيب، ما يهملوا حالهم عشان اي تغير بسيط انه يكشفوا الحاله. الشغله الثانيه العمر، كل ما زاد العمر فوق الأربعين سنه بتكون نسبه الاصابه اكبر، لانه هو له علاقه بالعمر. كمان البلوغ المبكر اقل من 12 سنه، اذا الفتاه بلغت قبل سن 12 سنه كمان نسبه الاصابه ممكن تزداد عندها، او اذا كان في تعرض لاشعه بجرعات عالية، مثلا اللي بيشتغلوا بمجال الأشعة إذا ما كانوا عم ياخذوا الوقاية المناسبة ممكن تزداد عندهم نسبة الإصابة، أو إذا كانت السيدة أول حمل لها أو أول إنجاب لها بعد 30 سنة كمان هي ممكن تزيد نسبة الإصابة. نعم، يعني دكتورة الوراثة بتلعب دور، وأيضا هلا عم نشوف كثير انتشار واسع
سرطان الثدي بالفترة هيدا في آثار تانية، مثلا تغيرات هرمونية، الأكل، الحروب أحيانا لها تأثير سلبي على جينات الجسم، قديش بتأثر وقديش هلأ منتشرة بشكل واسع يعني. هلأ هو عالميا في ازدياد لنسبة سرطان الثدي، ومثل ما حكيتي كل هاي القصص اللي حكيتيها انه تغير نمط الغذاء، يعني الغذاء ما عم يكون طبيعي 100%، بالإضافة لقلة النشاط البدني، يعني صار في كسل هلأ، يعني ما في نشاط بدني، ما في رياضة، بتلاقي في خمول، بقى هاي الحالات ممكن تزيد كمان البدانة إلى تأثير، كمان ممكن تزيد نسبة الإصابة بهذا المرض. بقى نحن بننبه انه دائما يكون شيء اكلنا صحي، يكون في نشاط بدني، الرياضه كثير مهمه لتحسين نمط الحياه ولتخفيف حتى جميع الامراض بما فيها السرطانات. نعم. اني دكتوره يوميا بمر علينا اخبار كثير وعن دراسات واكتشافات و عن نسب علاج او حتى مثلا اشياء ممكن الشخص يتناولها ممكن تقي من امراض الخطيره، قد ايه عم تشوفي فعلا قدرنا نوصل يمكن نواكب هذا التطور العلمي، قدرنا نوصل لحلول لمرض السرطان؟ هلا الوقايه منه يعني لسه دراسات عم تصير، اما شيء رسمي هلا مثبت يعني ما في حاليا، يعني ممكن بعض الادويه بس ما في لها استعمال واسع تماما، وهون لازم كمان يكون في توعيه، بس هي التوعيه اهم شغله بعدم هي مثلا خلينا نقول الاخبار اللي اوقات بتكون ما انا صحيحه، ممكن تكون لسه مو صحيحه، ممكن تزرع امل وهمي. او نحن لما يكون في شيء مثبت علميا ويكون في له نسبه نجاح، وزاره الصحه اكيد رح تتبنى هي العلاجات وتنشرها، لانه بتهمنا كثير صحة السيدة اللي حكينا انه هي نصف المجتمع، حتى اكثر من نصف المجتمع، لانه مثل ما حكينا هي الدور الفعال بالمجتمع. نعم. دكتورة احيانا بيتم العلاج بالكيماوي واحيانا بيتم العلاج بالاشعة، ايمتى يعني الكشف المبكر عن السرطان هل بيكون العلاج بالاشعة هو قبل العلاج الكيماوي؟ وشو الفرق بيناتهم؟ هلا مثل ما حكينا انه كل مرحله لها علاج، هلا مثلا اذا انكشف بمراحل مبكره ممكن الاستئصال لحاله، الاستئصال حتى جزئي للثدي مو بدون اشعه ممكن يكون شافي، حسب الدرجه، مثلا اذا وصل لدرجه اكثر ممكن نحتاج لجراحه مع اشعه او كيماوي حسب درجه وحسب نمط السرطان. احيانا هو السرطان في جرعات وقائيه، يعني بيستأصلوا الكتله ولكن بتبع جرعات وقائية أو أشعة، هذا الحديث مزبوط؟ هلأ هي أنه جرعات وقائية إذا كان في عنا انتشار، مثل ما حكينا هو السرطان نحن ما رح ندخل بتفاصيل علمية لأنه المشاهدين ما رح يستوعبوا علينا هاي القصص. هلأ الثدي هو له مكونات اللي هي الجلد والنسيج الشحمي، وفي عنا غدد اللبنية والأقنية اللبنية. صحيح. هلأ ممكن تكون السرطانات على حساب الأقنية أو على حساب الغدد، على حساب الغدد اللبنية اللي هي ضمن الثدي، هي بتكون نسبة الإصابة فيها والخباثة بتكون أكثر. بهيك حالات مثل ما حكينا إنه حسب درجة الإصابة بالسرطان ممكن يكون العلاج. نعم. يعني دكتورة نصائح كتير يمكن نحن بحاجتها، ومثل ما قلنا بالبداية مو فقط بهذا الشهر ولكن على مدار العام. نتشكر وجودك، نتمنى لكم التوفيق. الله يسلمك. تسلم. شكرا لك دكتورة، شكرا على النصائح اللي قدمتيها. الله يعطيكم العافية. نتشكر وجودك معنا. بتشكركم، بتشكر الإعلام لأنه دائما عم يواكب برامج الصحة بكل مجالاتها، كان بالنسبة للكشف المبكر عن سرطان الثدي أو حملات التلقيح. الله يعطيكم العافية. أهلا وسهلا. شكرا لك.